أخوي المسلم، أختي المسلمة، قبل أن أقول لك رأيي بخصوص الحياة الأبدية يعني الجنة، تخيل أنك الآن واقف أمام عرش المسيح تبارك اسمه، كيف حيكون شعورك في هذه اللحظات؟ تخيل أن شيوخ الإسلام ورطوك ووهقوك وضحكوا عليك، وأنه المسيح تبارك اسمه بدأ يسألك ويقول لك قد أعطيتك عقل عشان تفكر فيه، مش عشان تجيني وتقول لي على ذمة الشيخ فلان أو علان، أنت المسؤول الأول والأخير عن حياتك الأبدية، فهي حياتك أنت ومش حياة الشيخ فلان. ليش ربنا أعطاك عقل؟ مش عشان تستخدمه وأنت مسؤول عنه؟ تخيل أنه واحد من جبهة النصرة أو أخوانجي أو داعشي يقوم بحرق بيتك بناء على تعليم الإسلام، لأنه في حديث سند صحيح والراوي أبو هريرة يقول أنه رسول الإسلام أنه لولا النساء والأطفال لأحرق البيوت على من يصلي بها دون الجماعة من المسجد. كيف يكون شعورك وأنت دائما بقلق وتعيش تحت التهديد وكأنك عبد، بل فعلا تعيش حياة العبيد؟ أخوي المبارك، أختي المباركة، بما أنك لسه جالس وتسمع كلامي إلى الآن، فهذا دليل على أنك مهتم بخصوص حياتك الأبدية، وهذا الشيء يبين أنك إنسان أخلاقي وطيب. علشان كده أنصحك أنك تعلي الصوت وتواصل الاستماع وسجل هذه الحلقة أو نزلها بعد ما تعرض على اليوتيوب. من الواضح أن الإسلام جعلك عبد بحجة العبودية لله، ولكنك عبد للإنسان، تهان من المطوعين وتنضرب علشان تصلي وتسكر المحل وقت الصلاة، وتتعاقب جسديا ويقطع رأسك أو يديك أو تصلب أو تنفى من الأرض، ببساطة لأنك عبد تافه لا قيمة له بنظر من يستعبدك. ولما تقبل الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتك، على الأغلب حتسمع عبارات مثل بالناقص الله لا يردك، هذا النصراني باع دينه بدنياه، إلى آخره من هذه التعابير التي تدل على ضعف شخصية من يقولها. لكن اسمع المسيح إيش يقول لك الآن: لا عود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. يوحنا 15:15. شفت كيف؟ إنك لما تقول على ذمة الشيخ فلان أو علان، هذا لأنك عبد ما تعرف إيش اللي يعرفه الشيخ فلان. وللأسف أنت المسكين والضحية، والشيخ فلان هو اللي بيستفيد ويطلع على ظهرك، بل على حساب حياتك الأبدية. الآن بدأت تأخذ قرارك لقبول المسيح، لكنك تسأل نفسك إيش حيصير بي لو أهل عرفوا؟ أكيد بيقتلوني، أو على الأقل بيتنكرون لي ويطردوني. الجواب بكل بساطة: المسيح وجدك وتبناك. اسمع هذه الآية: فسمع يسوع عنهم أخرجوه خارجا فوجده. يوحنا 9:35. إيش تختار لنفسك الآن علشان تكون عبد ولا حبيب؟ أشجعك اليوم أنك تختار نفسك أن تكون حبيب علشان تعيش. الرب يبارك الجميع. تعالوا يا جماعة الخير مع بعض نصلي هذه الصلاة بروح الله يقودنا فيها. يا رب أيها الإله الواحد، أيها الإله المحب، أشكرك يا رب أنك أنت عرفت كل نفس الآن تشاهد هذا الحلقة، أنه فعلا كل نفس تشاهد مش عبد بل أحباء، بل أبناء، بل أبناء يا رب. يا سيد العظيم، أحط كل النفوس هذه اللي عم تشاهدك الآن أمانة بين يدك، أنت ما تضيع الأمانة، أنت تخلص كل نفس يا رب. حاطط أهلي وحاطط السعودية وحاطط الرياض والقصيم، ومن شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، امسحها كلها يا رب ببركات المسيح. أصلي يا رب بكل تواضع باسم يسوع المسيح،
آمين.